مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 22/11/2022. الحقيقه انه من بركات العمل مع الله انه تلاقوا ايد ربنا ممتده في كل شيء. وانا هحكي لكم يعني حكايه قريبه. يوم الاثنين اللي فات احتفلنا معا بعيد المركز القبطي الثقافي، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي 14، واستضفنا بعض القائمين على بعض الخدمات، بعض الخدام ادونا فكرة، وطبعا لأن المركز كانت لي أنشطة وما زالت كثيرة، وأيضا كان له تاريخ، فسيدنا أبا أرمية حب أنه يذكر هذا التاريخ، وأنه الحلقة الأولى لم تكن كافية. وفعلا سيدنا شرفنا الحلقة اللي هي زي النهاردة بالظبط، اللي هو الثلاث الفات 15 نوفمبر، واتكلم وكان كل الكلام منصب عن اللي مدوا ايديهم في الأول لهذا المكان بالفكر وبالعرق وبالجهد وبالوقت وبالمال. والحقيقة أنه كان معظم الكلام عن المهندس سامي فهيم، والحلقة أحدثت يعني قدر كبير من السعادة لهذا الأرخن الفاضل، لدرجة أنه هو بعت يشكر سيدنا في مراسلة خاصة ومحادثة خاصة، وقال لسيدنا بالنص: صباح الخير والسعادة يا سيدنا الغالي، أشكر نيافتكم شكرا جزيلا، وربنا ما يحرمنيش من نيافتكم أبدا، أعطيتني أكثر من حقي، شكرا شكرا شكرا. ورد عليه سيدنا قال له: صباح الخير والبركة صديقي وأخي المحبوب الغالي والقريب لقلبي، مهما تكلمت لن أوفيك حقك، ربنا يبارك فيك وفيما تمتد إليه أيديكم. وربما تكون يعني هذه المحادثة هي آخر السعادات الكبيرة للمهندس سامي فهيم، لأنه النهاردة تنيح الأرخن الكبير المهندس سامي فهيم. والحقيقة أنه ده كان ليه تأثير كبير على سيدنا شخصيا، لأنه سيدنا مش معتاد حتى أنه هو يظهر بنفسه على الشاشة، وربما تكون دي أول مرة أنه سيدنا يحس أنه لابد أن يعطي لكل ذي حق حقه، ويتكلم عن الناس اللي تعبت والناس اللي بنت والناس اللي فكرت والناس اللي قدمت زي ما قلت لحضراتكم عطاء بأكتر من شكل، وفضلت مستمرة. لأنه المهندس سامي الحقيقة ما كانش مجرد يعني واحد اشتغل في المركز وخدم فيه في البداية وخلاص، لا ده فضل مستمر، ويمكن هنشوف معانا في الأخبار التفاصيل الخاصة بخدمته اللي استمرت لغاية لما راح السماء. ربنا ينيح نفسه وربنا يعزي أولاده وأحباؤه الحقيقة، لأنه كل العاملين معاه مسيحيين وغير مسيحيين تأثروا بشخصية هذا الرجل اللي كان رائحة المسيح الزكية. ورغم أنه المركز منحه جائزة من أكبر جوائزه وحنقول تفاصيل، لكن برضو يظل الإنسان ليه سيرة عطرة زي ما بيقول الكتاب المقدس: ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. يعني خليني أدخل في الموضوع بتفاصيل أكتر، وأقول لحضراتكم النعي اللي نزل لرحيل الأرخن المهندس سامي فهيم، أحد مؤسسي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. ده رؤية 13. رقد في الرب على رجاء القيامة المهندس سامي فهيم جبرائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ميتال تيوب CTC وأيضا CTC، ورئيس مجلس إدارة شركة العبور للخدمات CTC جروب للصناعات المعدنية والخشبية، نائب رئيس مجلس الأمناء، عضو المجلس الاستشاري وعضو اللجان العامة والهندسية، عضو اللجنة العامة واللجنة الهندسية واللجنة المالية، ومن مؤسسي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المهندس
سامي زوج السيدة المهندسة ميري عبد المسيح، ووالد المهندس أمير سامي فهيم زوج السيدة سلوى مفتاح، والد المهندس رفيق سامي فهيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميتل تيوب زوج السيدة شيرين ممدوح حنا، والد الدكتورة إيرين سامي فهيم الأستاذة بجامعة النيل الدولية. صلاة الجنازة تقام في كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف غدا الأربعاء 23 نوفمبر، وسيقام العزاء في يوم الخميس 24 نوفمبر بالقاعة الرئيسية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقوسية بالأنبرويس بالعباسية من السادسة وحتى العاشرة مساء. أيضا في تعزية خاصة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس مركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ورئيس قناة بيسات لانتقال المهندس سامي، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. الآية الجميلة اللي قالها بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموساوس أصحاح 4 وعدد 7. نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي وقناة ميسات وكل الخدام والعاملين يودعون على رجاء القيامة أبيهم الغالي الأب الفاضل الأرخن المهندس سامي فهيم جبرائيل ميخائيل نائب رئيس المجلس الأمناء، عضو المجلس الاستشاري وعضو اللجان العامة والهندسية والمالية، ومن المؤسسين للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ذاكرين تعب محبته وخدمته للكنيسة والمركز نياحا لروحه الطاهرة وعزاء سمائيا لأسرته وأصدقائه ومحبي. يعني احنا حضرنا انفوجراف بسيط عن الراحل المهندس سامي فهيم، وطبعا في هذه الأحوال أكتر ناس بتتعب هم الناس اللي بيشتغلوا في المونتاج وفي الإخراج وفي الإعداد للإشراف وإنجاز هذه الأعمال في وقت قصير. تعالوا نشوف الإنفوجراف ونكمل مع حضراتكم.
طيب هي أسرة الراحل الأرخن المهندس سامي فهيم، وخلينا ابتدي الأول بأسرته، وهيبقى معايا جزء تاني برضو عن من تعاملوا معه والمقربين منه، زي ما قلت لحضراتكم على مستوى الخدمة، على مستوى الشغل، على مستوى حاجات كتير، الصداقة وغيره. يعني تعالوا نشوف الأول ماذا قالت أسرة الراحل المهندس سامي فهيم عنه. احنا اتجوزنا في أول 71 وسافرنا مباشرة نيجيريا. أنا عندي 3 أولاد، أمير أخويا الكبير عايش في كندا ورفيق أخويا عايش هنا وأنا الصغيرة. فترة طفولتنا كان يبدو أن المهندس سامي مشغول على طول وفي الشغل طول النهار وطول الليل، وأنه مش مركز في معانا في التفاصيل اليومية، لكن كنت بفوجئ أنه هو على طول عنده تقرير عن كل اللي بيحصل في يومنا. يعني أنا وأخواتي الاتنين، أخويا الكبير وأختي الصغيرة، فكان كل تفصيلة في يومنا هو عارفها، عارف المدرسة، عارف الخروج، عارف الصحاب. المهندس سامي كان يعني يعتبر أب يعني مودرن مع أولاده، يعني باستمرار كان مديهم مساحة من الحرية، سواء في يعني المرحلة الثانوية ما أجبرهمش على أنهم يخشوا العلمي أو أدبي. هو كان كل الاتجاه في البيت هندسي، لأن أنا ووالدهم كنا في هذا المجال، فهم يعني أوتوماتيك كده اختاروا نفس المجال. أنا كنت حابة أخش هندسة، وكنت حابة أخش الجامعة الأمريكية لأن كنت شايفة أنها أسهل شوية من عين شمس والقاهرة. فهو بصراحة عمره ما ضغط عليا في حاجة، كان بالعكس بيشجعني وكان دايما يعني ساندني واقف في ظهري يعني طول الوقت. في يوم الخميس 18 فبراير 2016 أقيم احتفال كبير بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وحضروا قداسة البابا المعظم الأنبا طبادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من شخصيات هامة في الدولة، ممثل عن رئيس الوزراء، وحضر ساعتها الكاتب حلمي النمنم كوزير للثقافة، كان وقتها وزير للثقافة، ودكتور محمود حمدي زقزوق كان وزير الأوقاف الأسبق، والأمين العام لبيت العائلة المصرية، ودكتورة فينيس كامل اللي كانت وزيرة البحث العلمي، وسفراء وممثلين عن إيطاليا وروسيا والصين وصربيا. والحقيقة في هذا اليوم استلم الراحل الكبير والأرخن المهندس سامي فهيم جائزة علا غبور للعلوم الإنسانية، والحقيقة للخدمة والثقافة والعمل الاجتماعي. وفي هذا اليوم عرض فيلم تسجيلي عن المهندس سامي فهيم برضو من إعداد القناة والمركز. تعالوا نشوف ماذا قال المقربون عن سامي فهيم. إنسان محترم، إنسان طيب، إنسان خلوق، يجيد حلول المشاكل. مفيش حد بجد شخصية أو عامة عنه مشكلة لما يطلع ويحلها له. ده مش علال المشاكل، ده بيسموه البلسم. كنا في مشكلة من قريب فكانوا بيقولوا عليه مؤلف القلوب كمان. وأي حد بيتعامل معاه كبير أو صغير، عامل في المصنع أو مهندس، محتاج أي حاجة من مهندس سامي، مهندس سامي بيسمع له. لم يقابل في يوم من الأيام الإساءة بالإساءة، بالعكس لقيته بيقابل الإساءة بمعروف وإحسان. الراجل بيفيض من داخله سلام ومحبة، والفيض ده بيجي على اللي حواليه. حكيم في اتخاذ القرار، في نفس الوقت عنده الجراءة الشجاعة في ان هو ياخد القرار، دي طبعا من صفات رجل اعمال ناجح. الراجل يعني ناجح في كل ما تمتد له يداه، عنده هدوء في استيعاب الآخرين، بيحتوي الكل بمحبة وبلطف، ما عندوش انفعال، ما عندوش العاطفة اللي تأثر على قرارته. مخه كله شغل، بيحترم وقته شغله، بيحترم مواعيده، بيحترم الناس اللي هو بيتعامل معها في طبيعة الشغل. إنسان مسؤول بمعنى كلمة المسؤولية، يعني هو متحمل كرئيس مجلس إدارة المستشفى مع مستشفى ومخاطرها، هو متحمل هذه المسؤولية. بحط نفسه لخدمة المريض، ممكن يضحي بوقته، يضحي بنفسه علشان يسعد المريض. يعني أنا حسيت الخدمة بتاعته من أجل إسعاد الآخرين. راجل عظيم، راجل عارف بيعمل ايه، راجل كل افعاله للخير، ما بيفكرش في نفسه،
ما بفكرش في حاجة مادية، كل تصوراته وتخيلاته للناحية خير الناس، حب الناس، فهو السهل الممتنع. وطني جدا 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 ومحب البلد جدا. أنا تعرضت لموقف تقريبا ما يقرب أو ما يزيد عن 1,000,000 جنيه في لحظة، خسرتهم في لحظة. الباشمهندس اتصل بيا قال لي انزل من سريرك وانزل على شغلك، ولقيته بصراحة اداني أمل كبير قوي، ولولا مكالمة المهندس سامي فهيم ليا أنا كنت اعتزلت الشغل خالص. في فرحي كان هو أول الحضور، راح تقريباً قبل ما نوصل وفضل موجود لحد ما احنا مشينا. كان في محاسب عندنا في الشركة، وكانت الشركة فيها أكتر من 1,000 عامل يعني، فهو ما كانش حافظ كل العمال أو المحاسبين أو الإداريين يعني. ففكين واحد فيهم يعني حصلت له حاجة في عينه وتعب جداً يعني، وكانت ظروف الولد ده مش كويسة قوي يعني. فأنا كنت متأثرة بالقصة قوي، فبحكي للمهندس سامي كده بتلقائية، بقول له ده حصل كذا كذا مع زميلنا. فلقيته وداني كارت الدكتور بتاعه، وأصر إن المحاسب ده يروح للدكتور الخاص بيه، وطلب من الدكتور إنه يتكفل بكل شيء. أنت عارف كل المصريين أي موقف بتحصل بينه وبين بعض كله بيجري ويلم وبتاع، فكل زمايلنا قالوا لا لازم نلم عشان ظروف زميلنا ده. فأنا بقيتش عارفة أعمل إيه، هدخلهم يعني هقول لهم مثلا المهندس سامي خلاص هو اللي كفل بالعملية فما تشيلوش هم، هدخلهم المهندس سامي ولا لا، مش عارفة. المهم دخلوا، فطلعت أنا بره القصة ودخلوا هم المهندس سامي، وقلت هو بقى يتصرف زي ما هو عايز. فاول ما دخل قال له باشمهندس احنا بنلم زميلنا وده عشان دخل يعمل عمليه في المستشفى وكده. صدقيني بجد والله راح مطلع كل اللي في جيبه وحطه في الظرف معاهم، كانه هو بيشترك معاهم ما يعرفش حاجه على القصه خالص، وان هو بيساهم زينا كلنا يعني. كان في مشاكل لاولادي في المدارس، ما كانش حد يسندني الا الباشمهندس سامي. احنا جايين من العراق طبعا، مع اختلاف اللهجه واختلاف الكالتشر كانت تحصل لهم مشاكل. الباشمهندس سامي كان يسيب الشغل ويجي معايا مدرسة ابني ويقعد مع الأساتذة ويتكلم معاهم ويجيبهم لغاية ما يحل المشاكل كلها. كان أكتر من أخ، كان جار ما حصلش زيه. نادي روتري العاشر من رمضان كان كل سنة وبقيادة طبعا مهندس سامي بيشارك في المعرض الخيري للطالبات. بيصعب عليه قوي لما يلاقي حد مش قادر يدفع مصاري، يتحكي قدامه حكاية إن هو مش قادر، دي الطالبة مش قادرة تيجي مثلا امتحان عشان معاش فلوس إنها تركب من مكان لمكان. بيتأثر قوي وبيحاول يساعد بأي طريقة. إيه هو كان بيشجع كل الموردين ويقف جنبهم حتى في مشاكلهم الخاصة بالتمويل أو بالمشكلة الفنية كفنية العمل، وقد ايه هو ساعد ناس كتير جدا ومنهم انا. قد ايه هو ضغط عليا علشان اخد مكان اكبر بدل المكان بتاعي اللي كان موجود في شبرا، وكان مكان ما يزيدش عن 50 متر، ان انا لازم اخد مكان اوسع في العاشر من رمضان. والضغوط دي تمثلت في ان هو اتكلم في التليفون لاحد افراد شركته اللي موجودين في العاشر، وقال له النهارده تجيب لي مكان في حدود 100 متر للمطبعه بتاعه المهندس ناصف. وقد ايه الخطوه دي كانت بالنسبه لي مربكه جدا، يا ترى انا هقدر اواجه التوسع الكبير ده وبسرعه، وهقدر اجيب معدات و أقدر أعيش في المكان ده، مكان العمل اللي كبر ونفس النشاط زاد بفضل المهندس سامي. حقيقي كان ليه فضل كبير جدا في إن أنا نقلت النقلة دي وإن أنا وصلت للي أنا فيه دلوقتي. أبدى استعداده إن هو يعني يقدم أي خدمة، فأحسن حاجة الحقيقة هو قال أنا ممكن أعمل جايزة لتحديث الصناعة، إن إحنا نربط البحث العلمي بالصناعة. فقدم لنا جايزة باسمه لتحديث الصناعة في مجال النسيج وتصميمات الأقمشة والطباعة يعني، فدي حاجة تعتبر حاجة كويسة بشجع البحث العلمي. في يوم من الأيام في مسجد عندنا كان احتاج لمساعدة جامدة، لأن كانت المأذنة وقعت، والحقيقة الراجل هو عارف مني صدفة، فقلت له احنا يعني كنا لمينا مبلغ كده
والمبلغ ده مش مكفي، فهنضطر نصبر شوية عشان نقدر نرمم المسجد. فلم يتوانى هذا الرجل عن إن هو إداني الفلوس دي وقال لي الفلوس دي طالعة مني للمسجد لله. هو مثال للوحدة الوطنية بجد. حصل موضوع قدامي ولد من بتوع الجامعات الإسلامية وكان اتجاهاته معروفة يعني، والولد ده ما كانش يعني على تعاطف مع المهندس سامي، فاتفاجئت ان الولد ده تعب وعي، والمهندس سامي عرف ان هو محتاج عملية خطيرة في عينيه. طبعا التأمين الصحي ما عملوش أي حاجة، فوجئنا ان المهندس سامي تكفل بموضوع العملية بتاعته A to Z، بخلاف عمل مرتب من جيبه هو الخاص لأسرة هذا الرجل. فطبعا الراجل اتفاجئ يعني، يا اخوانا ده الناس دي كويسة. يعني يمكن تستغربوا معايا ان احنا نكرم هذا الرجل، لانه برضو ده منبر للتكريم، انه يبقى البرنامج بيفرد هذه الاجزاء من حلقاته عن هذا الرجل. ويمكن خدتوا بالكم من كذا نقطة، يعني خدتوا بالكم من الاتضاع والبساطة، انه اي عامل في الالاف اللي بيشتغلوا في شركات ومصانع هو مسؤول عنها او صاحبها يستطيع انه يصل اليه بسهولة. يمكن خدتوا بالكم من فكرة ابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية، الآية الشهيرة في الكتاب المقدس في الموعظة على الجبل في متى 5:6-7، انه قد كده حتى لما يقولوا له بنلم لنفس الشخص اللي انت تكفلت قبل كده بكل تكاليف عمليته يطلع كل اللي في جيبه ويحط. اكيد خدتوا بالكم من فكرة الوحدة الوطنية، ده لا هو كلام قدام الكاميرات ولا هو عشان التجارة الإعلامية ولا استهلاك صحفي اطلاقا، انه يتبرع لمسجد لكي يتم ترميمه بمبلغ واضح انه مش قليل، انه واحد من اللي بيشتغلوا يكون يعني كمان يعني زي ما قال واحد من الجماعات الإسلامية، مش هنقول زي ما قال وكيل الوزراء، مش هنقول على انه هو وحش او كويس، وبعدين يبقى هو لا يخفي عدم حبه للمهندس سامي ويكون من المهندس سامي انه يتكفل بالعملية ويطلع مرتب من جيبه لأسرته و يعني. يمكن كمان خدتوا بالكم انه مديرة مكتبه وسكرتيرته وكتير من العاملين وكتير من اللي قدموا شهادات هم عبارة عن ناس مش مسيحيين، فده الحقيقة. ويمكن سيدنا كمان انبا ارمية في الحلقة بتاعت الثلاثة اللي فات ذكر انه ليه شريك مسلم استمرت علاقتهم 54 سنة، فأكيد الراجل ده كان عنده قدرة عجيبة مش بس على حل المشاكل لكن كمان استيعاب الآخرين ومحبتهم، سواء بتاعه كمان برضو غير مسيحيا لفت نظري وأنا بتفرج. يعني بصراحة شيء جميل. المهندس سامي فهيم نفسه تحدث عن مسيرته وعن نجاحه وعن كفاحه، ولاحظنا في اللي احنا شفناه قبل كده انه يستحق فعلا جايزة للثقافة للعلوم للخدمات الانسانية اللي هي جايزة علا غبور اللي حصل عليها في 2016. تعالوا نشوف المهندس سامي هو بيتكلم عن مسيرته وعن عمل الله معاه وماذا حقق في الحياة. انا اسمي المهندس سامي فهيم جبرائيل. انا نشأت في مدينة دمنهور بحيرة، كان في ذلك الوقت في الأربعينات، مواليد 24/8/42. كنا في يعني مكان متواضع جدا في مدينة دمنهور. درست في المراحل الابتدائية والإعدادية وطبعا الثانوية العامة. أنا ترتيبي في أخواتي الأصغر واحد، يمكن اتدلعت شوية وأنا صغير، ولكن لما كبرت يعني ما كانش في دلع لأن كان في مسؤولية، كانت الحياة ليست بسهلة يعني. ويمكن كنت دائما وأنا بذاكر في الثانوية العامة كنت أحلم بأن أنا أخش كلية الهندسة،
فعلا يعني ربنا نولني الرغبة دي ونجحت في ثانوية عامة والتحقت بجامعة اسكندرية. الكلام ده كان في 57-58. اجتهاد جامد جدا لدرجة ان انا خدت تقدير جيد جدا في اعدادي، ودي كانت عادة ما بتحصلش يعني، وخدت مكافأة 48 جنيه 4 جنيه في الشهر عشان تعيني في مصاريف الجامعة. اتخرجت سنة 63، اتكلفت لأن كان المهندسين في ذلك الوقت بيكلفوا في وزارة الصناعة. وزارة الصناعة كلفتني في مؤسسة الصناعات الهندسية، مؤسسة الصناعات الهندسية كلفتني في شركة النصر للأجهزة المنزلية. بعتقد أن أنا كانت حسن الحظ لأن كان المدير بتاعي في ذلك الوقت كان أستاذ عليا في كلية الهندسة في جامعة اسكندرية، فكان دايماً يعني بيراعيني وبياخد باله مني، بس كان حازم جداً معايا. مع أن أنا كنت وصلت لرئيس مكتب التصميمات والرسم في الشركة القديمة اللي هي كانت شركة صغيرة، ففوجئت المدير بتاعي بيقول لي فيه عايزين خبرة في صناعة الأساس المعدني في دولة نيجيريا. فسبحان مغير الأحوال، من مهندس صغير بيتشعبط في الأوتوبيس وبيركب المترو إلى أن أنا روحت لقيت فيه فيلا مجهزة وفي عربية تحت الفيلا وفي حارس يعني تحت تصرفي وفي طباخ تحت تصرفي. فطبعا كانت نقلة شديد قوي. في سنة 73 حصلت الحرب بتاعة 73، وكان معايا زميل دراسة يعني، فاستشعرنا ان احنا لازم بقى نرجع بلدنا يعني نحاول نبني فيها. استأجرنا مكان في الأميرية 200 متر وحطينا فيه المعدات دي وابتدينا نشتغل. طبعا لك أن تتخيلي اتنين مهندسين متخرجين بقالهم يمكن مقربة يعني على 10 سنين، وهما الاتنين واقفين في ورشة 200 متر ما فيهاش شغل. فكانوا زملاتنا يعني يجوا يتباكوا علينا، زعلانين قوي ان احنا بعد ما وصلنا لمناصب عالية في القطاع العام في ذلك الوقت يعني بنقعد في المكان الصغير ده. ولكن كان عندنا اصرار ان احنا لازم نشتغل. ف بمعاونة الناس يعني المديرين بتوعنا القدام ابتدينا ندور على شغل، وسرعان ما يعني خدنا ثقة في المحيط، يعني مش عايز اقول في السوق، في المحيط الصغير بتاعنا. سرعان ما كوننا شركات كتير، يعني اعتقد ان احنا عملنا يمكن 7-8 شركات، كلها شركات يعني كان عدد العمال فيها من 1000-1500 عامل. واستمرينا يعني من نجاح لنجاح، بس طبعا كانت في صعاب وكانت في مشاكل وكانت في عصرات كتير، بس كنا دايما كل عصرة بنقوم منها وبنستمر. ما عرفش احنا كان عندنا سلام نفسي يعني انا وزميلي اللي هو بقى شريكي لمدة 54 سنة اسمه المرحوم عبد الهادي عبد المنعم، ما كانش لنا املاك مستقله، كنا كل ما نشتري حاجه نشتريها شراكه، البيت شراكه، المزرعه شراكه، المصنع شراكه. وانا طبعا بطيب خاطر تركت الشركه
أو الشركات الأساسية اللي احنا عملناها. وأنا حالياً نشاطي في مدينة العاشر من رمضان إحدى القلاع الصناعية في مصر، عندنا يعني مصنعين وعندنا شركة تجارية. يوم وصلت سن 60 كان يوم تخرج إيرين من الجامعة الأمريكية، حضرنا الحفلة بتاع التخرج بتاعها، رجعنا البيت. بعد ما رجعنا البيت فوجئت ان ابونا رفائيل الانبا بشوي بيكلمني بيقول لي احنا بنكون مجلس كنيسة القديس بولس الرسول في العبور، فاحنا عايزينك معانا. في ذلك اليوم لقيت لزاما عليا ان انا اقبل، لان خلاص انت بقيت 60 سنة وخلاص إيرين اتخرجت. كانت حجتك في ذلك الوقت ان الاولاد لسه بيدرسوا وانت يعني، بالاضافة لان انا حسيت ان في عشور العمر لازم تتعطى ربنا، فقلت خلاص ال6 سنين الجايين وما بعدهم دول مش بتوعي، دول بتوع الخدمة. لما جه في كنيسة العبور كان بدوا يبنوا، فهو قال الكنيسة الأول ولا الشعب؟ الناس قالت هنبني الكنيسة الأول وبعد كده الشعب يجي، هو قال لا هنجيب الشعب الأول عشان الشعب هو اللي يبني الكنيسة. الحب الجارف للأحفاد بيخليني غصب عني أفضي نفسي وأقعد معاهم، لأن أنا يعني I feel rest معهم، بحبهم. ازيكم؟ انا اسمي وحيد وانا في سنه ثالثه. وانا اسمي فريد وانا في سنه سته. من غير جده كاننا ما عندناش حياه، من غير حياه كاننا احنا مش احنا. جده ادانا الحياه. سعيده جدا بترشيح المهندس سامي لان هو فعلا يستحقها، نظرا يعني لمواقفه الانسانيه المتعدده طوال فتره حياتنا. ان انا بجد بشكر ربنا كل يوم على ان انت ابويا، وحقيقي بشكرك على كل حاجه انت بتعملها على شيء. أنا اتعلمت منك كتير، ورغم إن أنا في أوقات كتيرة كنت مش أحسن ابن يعني، لكن أنت كنت دايماً أحسن أب. أنا عشت وتربيت في حبرية مثلث الرحمات البابا كرولوس، دخلت حضانة قداسة البابا المتنيح الأنبا شنودة بعد 60، وحالياً أنا في KG1 قداسة البابا تادروس. الحقيقة يعني حتى الحكمة والرقي والابتسامة النبعة من القلب والصفاء يعني واضح خالص في اسلوب المهندس سامي. والحقيقة الجملة جميلة قوي، قال ان انا لما بلغت 60 كان حسيت انه لازم ادي عشور العمر، وكان الوقت ده العشور يبقى 6 سنين، ولما انتهى العمر على الأرض يبقى العشور 8 سنين، لكن ربنا أعطاه 20 سنة في خدمته، ده غير الخدمة اللي كان بيخدمها قبل المرحلة دي. الحقيقة شخصية جميلة. تعالوا نفتكر مع بعض الجزء اللي اتكلم فيه نيافة الأنبا أرمية في البرنامج معانا الأسبوع اللي فات عن إسهامات المهندس سامي فهيم في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. تعالوا نشوف. لا أستطيع أن أنسى المهندس سامي فهيم طوال حياتي، فهو إلى هذه اللحظة الداعم والمرشد والخبير الهندسي وحلال المشاكل. أنا بسميه حلال إيه؟ المشاكل. لا توجد مشكلة تعرضها عليه إلا يجد لها حلا، ولا يوجد عنده شيء يستطيع أن يوقف هذا الشخص. الحقيقة أقول لكم على حاجة ما حدش يعرفها، لما حصلت أزمة معينة والفلوس وقفت كان في مبلغ معين موجود في البنك، وكان قراصة البابا في أمريكا وأنا كنت معاه، وكان الإمضة بتاعت البنك ما تطلعش غير من 2 مع بعض أو قراصة البابا لوحده.
فالمهندس سامي بعت لي دفاتر الشيكات، مضيت له على كل دفاتر الشيكات على بياض وبعتهم له. كان ابونا سيودوسيوس اللي بيه بعد الانبا سيودوسيوس، واصبح هو المسؤول عن الامضه الثانيه. وكل امانه وبكل فخر وكل اعتزاز اثق فيه مثل ما اثق في نفسي، فلم اجد في يوم من الايام الا كل نجاح وكل اخلاص للي احنا فيه موجودين فيه النهارده، يرجع للاحتمال وصبر هذا الرجل العظيم اللي استطاع أن يأخذ أحد جوائز هذا المركز، وإن كان يستحق أن يأخذ كل الجوائز. تيجي بعد قصة الدكتور مجدي سير مجدي يعقوب اللي خدها في 2014، يجي اللجنة تختار شخصية عجيبة جدا. وبصراحة هذه الشخصية اللي تم اختيارها لأنه هذا الشخص ينطبق عليه هذا القول: ما نفعله لأنفسنا يموت معنا، ولكن ما نفعله للآخرين وللعالم يبقى خالدا. هذا الشخص عمل هذا الكلام ليس لنفسه، ولكن عمله لمنفعة الإنسانية. طب هتيجي تقول لي مين الشخصية اللي اختارتها اللجنة؟ اختارت المهندس سامي فهيم، وده واحد من الشخصيات اللي توري لك صفحات الوفاء، اللي عاش بيقدم للعالم نور، بيقدم له إشراقة الناس تمشي عليها وفي خطواتها. عمل في رحلة عطاء بالتعب والجهد والعمل الدؤوب في إخلاص وتفاني صعب إنك تلاقيه. صراحة مهندس سامي له قدرة بارعة في الإدارة وإمكانية أن يتخذ قرار مناسب في وقت مناسب. هو اهتم بالتعليم، عمل بإخلاص، لدرجة أنا أذكر كلمة قالها له المتنيح مثلث الرحمات البابا الشريط السادس. أثناء ما كنا بنشتغل في مركز ثقافي والدنيا شغالة وفي مشاكل كده وكده، فبيقول له توجيهات قداستك كيف على الشغل يعني. قال له: أنت اللي زيك مش عايز توجيه، أنت اللي زيك مش عايز توجيه. وثق البابا شنودة وثق فيه، فاداله ثلاث لجان: اللجنة العامة لإنشاء مركز ثقافي، لجنة مالية، لجنة هندسية. طبعا هو من الشخصيات اللي تستطيع أن تقول عليها تحمل مسؤولية، يعمل بجد واجتهاد ولا يطلب مقابل، لا يعرف كلمة اسمها اليأس. يقول لك كل مشكلة ليها حل، وله صاحب مبادئ، ومع المبادئ اللي هو صاحبها خير جدا جدا جدا. يلا بي. أما بقى عن الجائزة اللي أخدها، جائزة علا غبور، جائزة العلوم والثقافة والتعاطف أو الخدمات الإنسانية، وكان من ضمن الحضور أيضا برضو شخصية مهمة دكتورة غادة والي، اللي كانت وقتها وزير التضامن الاجتماعي، كانت قبلها وزير التضامن الاجتماعي وحصلت على مناصب دولية هامة بعد كده، كلنا بنفتخر بيها. الحقيقة خلال الاحتفالية قال كلمة المهندس سامي، وكانت الكلمة يعني معظمها امتنان لقداسة البابا ونيافة أنبا أرمية على منحه هذه الجائزة، وبتحمل اسم رمز وطني خالص هو الأستاذة علا غبور. وقدم الشكر طبعا للعاملين بالمركز وبالقناة اللي بذلوا هذا المجهود ليخرج هذا الاحتفال بهذا الشكل الرائع، وقال إنني لا أستحق كل هذا، وقال نصيحة. الجزء ده إحنا عرضناه في الأسبوع اللي فات، لكن تعالوا نشوف النصيحة اللي قالها لكل شاب وكل شابة، إزاي زي ما هو ابتدى بداية بسيطة جدا جدا هو وشريكه المهندس عبد الهادي، واستمر بعد كده لغاية لما بقى من كبار رجال الأعمال في مصر. تعالوا نشوف النصيحة دي. وأنا شاب زيكم كده،
كانت الحاجة الوحيدة اللي هي كانت التارجت بتاعي أو الهدف بتاعي إن أنا أشتغل وأنجح في شغلي. نجاح الشغل يجي إن أنا أحب الشغل، لو أنا حبيت شغلي هنجح فيه. أنا ما كانش عندي ساعات عمل، يعني أنا كنت صحيح بشتغل في قطاع عام بس ما كنتش أعرف يعني أجي 7:30 وأمشي 3:30، ما أعرفهاش دي، يعني أمشي وقت ما الشغل ما بقاش محتاجني. يعني أنا أذكر، مش بقول ده يعني تفاخر أو حاجة، أنا بقول ده كدرس. يعني أنا كنت أحياناً بسهر في العمل لساعات متأخرة في الليل جداً، لدرجة أن كان والدتي ووالدي الله يرحمهم كانوا يقولوا لي يا ابني يعني ليه كده، ليه أنت طاحن نفسك في الشغل. فكنت بقول لهم السن ده يسمح لي بأن أنا أتعب، بس مستقبلاً أنا مش عارف الوضع هيكون إيه. البابا زي ما قال أن الحياة الناجحة لها ثلاث مفاتيح، المفتاح الأول العقل المنفتح أو العقل الواسع والقلب الواسع والروح المتضعة، والروح المتضعة دي الجناحين بتوعها العقل المنفتح والقلب الواسع. فالمنظومة دي تعمل نجاح في الحياة، في مسيرة الحياة. صحيح، نجاح في الحياة له ثلاث مفاتيح: العقل المنفتح والقلب المتسع والروح المتضع. وداعا للمهندس الأرخن المعطاء المحب المتواضع المهندس سامي فهيم، وعزاء لكل أسرته وكل العاملين معه وكل محبي. أشكركم. فاصل قصير ونكمل حلقة.